بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة LTE Planning باستخدام Atoll Software. نبدأ بإذن الله في البرنامج بتاعنا، ندي معلومات عامة عن الابليكيشن. الابليكيشن من إنتاج شركة فورسك، الشركة شغالة في إنتاج برامج الأوبتمايزيشن والبلاننج من 1987. الابليكيشن بتاعنا Atoll 64 بت ابلكيشن، والابلكيشن ممكن يعمل بلاننج لنتورك بتتكون من تكنولوجيا واحده، يعني شبكه موبايل جي اس ام فقط، او شبكه موبايل ال تي اي فقط، او يو ام تي اس فقط، وهكذا، او ان يكون شبكه فيها اكتر من تكنولوجي، اكتر من نوع من انواع النتوركس، يعني شبكه واحده فيها ال تي اي نتورك ومتوصل بيها جي اس ام نتورك، يو ام تي اس نتورك، وهكذا. فبيسموا الشبكه الاوليه سنجل ران، والشبكه اللي فيها اكتر من تكنولوجي مالتيبل ران. البرنامج بتاعنا كمان بيسبورت مجموعة من الفيتشرز في النتوركس المختلفة. على سبيل المثال، مثلا Atoll بيسبورت هيت نت، اللي هي هيتروجينيوس نتوركس، اللي هي مجموعة من الخلايا الصغيرة مختلفة الأنواع اللي متوصلة ببعضها في شبكة LTE كبيرة. LTE Atoll برضو بيسبورت واي فاي اوف لودنج، بمعنى ان يكون في جزء من الشبكة نوع واي فاي وليس مثلا LTE، وبيحصل سوابنج كده، او ان الموبايل ينتقل من شبكه واي فاي الى شبكه LTE والعكس. فبيسموا الانتقال من شبكه واي فاي الى شبكه LTE مثلا واي فاي اوفلودنج. كل الفيتشرز ديت بيدعمها او سبورتد في الابلكيشن اللي هنعمل بلاننج باستخدامه، اللي هو Atoll ابلكيشن من انتاج شركه فورسك. نبدأ نشتغل على طول في الجزء العملي، وندي مقدمة عن الويندو بتاعنا أو الابليكيشن بتاعنا. بداية، علشان نفتح الابليكيشن لما نشتغل على Atoll، هيبان عندنا الويندو دي. الويندو بتاعتنا مقسمة لأكتر من جزء. بداية، علشان نفتح مشروع جديد، فهاجي على فايل، وبعدين New from document template. النتورك بتاعتنا نوعها ايه؟ احنا طبعا شغالين LTE، فهنضغط على LTE ونقول له اوكي. كده بدأنا مشروع جديد بيعتمد على LTE تكنولوجي. الشاشة اللي قدامنا فيها اكتر من مكون. اول حاجة عندنا الجزء الخاص بالماب. الجزء اللي قدامنا دوت هو اللي بيتحط فيه الخريطة بتاعتنا، وأي بيانات خاصة بالخلايا أو الترانسميترز في شكل جداول بتبقى موجودة برضو في الجزء اللي قدامنا دوت. الفايل اللي بنعمله اللي بتاع النتورك بيبقى الاكستنشن بتاعه .atl، فلما الاقي ملف .atl نعرف اللي هو الفايل اللي فيه النتورك بتاعتنا بالتوبولوجي، بالاتريبيوتس المختلفه او الخواص المختلفه للسيلز او الترانسميترز. عندنا هنا في جزء اسمه نتورك. جزء النتورك دوت بيحتوي على لسته بالمحطات اللي عندنا، او الخلايا الموجوده في المحطات اللاسلكيه، السيميوليشنز اللي هنعملها بعد كده هيبان كل الكلام ده باذن الله في الشرح، والبريدكشنز. لو عايزين نعمل بلاننج اوتوماتيكلي للشبكه بتاعتنا من الجزء بتاع الاي سي بي او الاوتوماتيك سيل بلاننج، فكل ما يتعلق بالكونفيجوريشن بتاع المحطات اللاسلكيه، كل ما يتعلق باماكنها، كل ما يتعلق بالنتائج التغطيه اللي بيسموها بريدكشن، او اعداد السبسكرايبرز اللي عندنا، كل الكلام دوت هيبقى موجود في الجزء اللي اسمه نتورك. عندنا كمان جزء هنا او ويندو هنا اسمها بارامتر. البارامترز هنا
دي الديب انفورميشن عن الاكويبمنت الموجوده فوق. يعني لو انا عايز احدد هو ايه البروباجيشن موديل، نظام الانتشار اللي هيستخدم في حساب الحسابات المختلفه للتخطيط، فهلاقي هنا في البروباجيشن مودلز المختلفه والبارامترز بتاعتها. لو عايز احدد طب نوع الخدمات اللي الموبايلز بتعملها، هل هي فويس، هل هي براوسنج، هل هي فيديو كولز، هنلاقي هنا الترافيك بارامترز في كل ما يتعلق بالترافيك المختلف الموجود في النتورك. طب المحطات اللاسلكيه نفسها ايه السيتنجز بتاعتها، الفريكوانسيز بتاعتها، البيرز اللي هتشتغل في الخليه بتاعتنا، كاتيجوريز اليو اي، الفريم كونفيجوريشن، طول الفريم قد ايه، هل هو تي دي دي ولا اف دي دي. كل الديب انفورميشن الخاصه بالسيلز اللي هنلاقيها مكتوبه فوق ممكن تتحدد من الجزء بتاع البارامترز. في جزء كمان او ويندو كمان اسمها جيو، جيوغرافيكال داتا. جيوغرافيكال داتا هنا فيها كل ما يتعلق بالخرائط، يعني شكل الخريطة، نوع الخريطة هتلاقي موجود عندنا، الكلاسز المختلفة، هل في أوربان، هل في دنس أوربان نتورك، يعني أوربان منطقة مزدحمة، لا منطقة مزدحمة جدا، دنس أوربان منطقة فيها شجر، فيها تريز، منطقة فاضية أوبن أريا، خرائط أونلاين، كل ما يتعلق بالجزء بتاع الخرائط وأنواعها. ولو أنا عايز أرسم على الخريطة بيسموها زونز، كل ما يتعلق بالجزء بتاع الخرائط هنلاقيه موجود في الجزء بتاع الجيو. وطبعا الخرائط ليها انواع وهنتكلم فيها باذن الله في وقتها. وعندنا هنا بار هنا في الاخر، ستيتس بار الموجود تحت دوت دهوت ده لو انا موجود واقف على الماوس في نقطه معينه بيجيب لي معلومه عن النقطه ديت، نوع الكلاس بتاعها، الارتفاع بتاعها، الاحداثيات بتاعتها، الجي بي اس كوردز بتاعتها. فده الجزء الخاص بالستيتس بار والموجود في الاسفل هنا. طبعا مش باين حاجه لان لسه ما حملتش الخريطه بتاعتنا. والمنيو بار والتول بارز اللي فوق يعني عباره عن شورت كاتس لمجموعه من الاوبشنز اللي خاصه ب البلاننج او تحديد اماكن معينه في الخريطه اللي هنحملها باذن الله بعد كده. ده نظره عامه على الشكل بتاع الانترفيس بتاعنا او شكل الابلكيشن بتاعتنا اللي هي اتول انترفيس. احنا كده خلاص عملنا الجزء بتاع الكرييشن لنيو نتورك. عايزين بقى نحدد خواص مهمة للمشروع بتاعنا. أول حاجة هنعملها نيجي على document وproperties. بنحدد إيه هنا؟ بنحدد البروجكشن سيستم والديسبلاي سيستم اللي هيستخدم في الخريطة. بمعنى الخرائط عندنا أنواع، في أنظمة مختلفة للخرائط، فإحنا بنحدد هنا النظام اللي إحنا هنشتغل عليه للخريطه بتاعتنا. فبنيجي على البروجكشن سيستم او نظام الاسقاط الخاص بالخريطه ونختار ده، واحنا طبعا موجودين في القاهره يعني WGS 84 زون. ده النظام اللي بنشتغل عليه في البروجكشن وهو هيكون كمان في الديسبلاي باي ديفولت. وفي القاهره احنا شغالين عند 36 ان 36 نورث، فهاجي هنا 36 كده واتك اوكي. وباي ديفولت بيكون البروجكشن سيستم نظام الخريطه هو نظام العرض بتاعها الموجود قدامنا على السكرين. بس يستحسن علشان اشتغل بالجي بي اس كوردينتس على طول اجي هنا عند ديسبلاي واخليها يختار الاول اللي هو اللونجيتيود واللاتيتيود عشان يبان عندي اللوكيشن بتاع الماوس ديبندنج على الجي بي اس الموجود على الخريطه. اوكي كده حددت النظام بتاع الخرائط اللي هيستخدم طالما احنا موجودين في مصر. لكل بلد في زون مختلفه على حسب خطوط الطول وخطوط العرض بتاعتها. اليونتس هنا بتتحدد بيها الدايمنشنز المختلفه او اليونتس المختلفه اللي هنستخدمها
في الديزايننج او البلاننج بتاع النتورك. هنلاقي مثلا في الانتنه جيم بنستخدم دي بي اي، في الترانسميشن او ريسبشن بنستخدم الدي بي ام، في الجيوغرافيكال انفورميشن بنستخدم المتر مش الكيلو، في التمبريتشر السيليزيوس. وبنيجي في الخانه الثالثه نكتب ديسكريبشن للبروجكت بتاعنا. يعني على سبيل المثال دوت فيرست بروجكت، تمام. الديت ممكن نكتبه، والاونر اسم المهندس اللي شغال على المشروع، كومنتس على المشروع، اللي انت عايز تكتبه في البروبرتيز بتاعت المشروع بنكتبها في الخانه الثالثه الخاصه بالبروجكتس. كده حددنا نظام الخرائط اللي هنعمل لها امبورت بعد كده ونتك اوكي. بعد كده عايزين نمبورت الخرائط الموجوده عندنا. نمبورت الخرائط ازاي؟ بنيجي هنا من فايل وبعدين امبورت. لازم يكون الخرائط موجوده معايا، ده سوفت كوبي. الخرائط بتيجي منين؟ الخرائط بتتباع في مواقع كتيره بتبيع، اللي هي عندها ساتلايتس او بتمانج ساتلايتس بتبيع الخرائط ديت، بس اسعارها بتكون غاليه. فغالبا لو حد يعرف حد من زمايله شغال في مجال التخطيط عند الشركات الفندورز زي هواوي زي نوكيا زي ريكسون وغيرهم، هيلاقي معاه غالبا نسخ من الخرائط ديت. فانا هنجرب على النسخه بتاعت ايجيبت، هي المتوفره معايا ايجيبت. اول حاجه هنعملها هنعملها امبورت الهايتس. في عندنا اكتر من نوع من الخرائط. اول خريطه بيسموها الدي تي ام، ديجيتال ترين موديل. الدي تي ام هي في الاخر الهايتس المختلفه بتاعه الزونه بتاعتك او الاريا بتاعتك، يعني الارتفاع عن سطح البحر ده الهايت. فهنيجي على الهايتس دبل كليك وهنلاقي في ملف اسمه اندكس. دبل كليك على الاندكس وده الالتيتيود اللي هو الهايتس، يعني نتك اوكي عليه. هنلاقي في هنا بروجرس بار تحت اللي هو بيبين البروجرس بتاع تحميل الخريطه. ده الخريطه بتاعه مصر متوضح عليها او موجود جواها الهايتس بتاعه كل نقطه الماوس واقف عليه. على سبيل المثال لو احنا واقفين عند الجزء بتاع البحر المتوسط هنلاقي تحت هنا في كلمه زد او حرف زد، فهنا زد بيساوي يام زيرو. طبعا احنا بنتكلم على المستوى بتاع سطح البحر، فبالنسبه لنا هو ده زيرو. لو وقفنا هنا مثلا في شبه جزيره سينا هنا عند الجبال ديت هنلاقي ان الارتفاع بتاعت المكان اللي انا واقف فيه 2029 متر، دي جبال. هلاقي مثلا هنا في جزء الدلتا مثلا في 9 متر وفي مثلا 14 متر على حسب المنطقه اللي انا واقف عليها بالماوس. وهنلاقي كمان ان جنب الجزء بتاع الماوس في الاكس والواي اللي هي الجي بي اس كوردينتس بتاعت المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي. يبقى كده عرفنا الجزء الخاص بـ how to import الـ DTM أو الـ heights map. بعد كده عايزين import الـ classes. طب يا ترى الجزء دوت جزء urban، جزء مزدحم بالناس، ولا dense urban مزدحم جدا، ولا ديت منطقة فاضية open area، ولا منطقة نائية rural area، ولا منطقة industrial فيها مصانع وهكذا. فبنعمل file و import و import الخريطة الخاصة أو المعلومات الخاصة بالكلاسز برضو بتكون موجودة في نفس الفولدر اللي فيه المعلومات بتاعت الخرائط. فنضغط على كلاتر وهنلاقي برضو اندكس، ندبل كليك عليها ونقول له لا دي الكلاتر كلاسز، ده التايب بتاعها عشان يعمل لها ان هو فولدر اسمه كلاتر كلاس في الجزء بتاع الجيو، وينزل الخرائط ديت جوه الجزء بتاع الكلاتر كلاس في الجيو. اوكي هنلاقي برضو هنا بروجرس بار شغال، وهنلاقي الاختلاف بعد ما نعمل امبورت للخريطه بتاعتنا. هنلاحظ هنا ان بقى عندي كمان في جزء رابع هنا هو هنا خاص بالكلاس، يعني سب اربن اوبن اربا اوبن اريا، هنا ده جرين لاند، في هنا منطقه فيليج وهكذا. فعلى حسب اللي حتى لو وقفنا بالماوس هنلاقي في معلومات على الكلاس بتاعنا، الكلاس اللي احنا واقفين عليه بالماوس دلوقتي. طب عملنا امبورت للكلاسز بتاعتنا وعملنا امبورت للهايتس اللي هي دي تي ام، فاضل الطرق. انا عندي فيه هنا طريق، فيه هنا سكه حديد، فيه هنا
طريق سريع وهكذا. ففي هنا عندي برضو امبورت للفيكتورز، اظن الفيكتورز ديت فيها عندي مشكلة، فانا عندي خريطة تانية فيها الفيكتورز. فيكتورز وبرضو ملف الايه الاندكس ده، فيكتورز دي طرق. اوكي، هي امبورت الطرق في الجيو الجزء دوت، وده الكورنت سيستم المستخدم، ده الطبيعي بتاعنا امبورت. كده كأن عندنا ثلاث خرائط موجودين على بعض، او بمعنى ادق 3 لايرز، ثلاث مراحل موجودين او ثلاث طبقات موجودين فوق بعض. ممكن نتحكم في ايه اللي يظهر منهم وايه اللي ما يظهرش. على سبيل المثال دلوقتي انا عندي فيكتورز وعندي دي تي ام اللي هي الهايس وعندي كلاتر كلاسز، الثلاثه موجودين. لو انا مش عايز اظهر الخريطه بتاعت الكلاتر كلاسز، فهعلم هنا على الكلاتر كلاسز واشيل علامه الصح الموجوده. هنا بقى عندي ال دي تي ام هو اللي باين، عايز اشيله بس واظهر الطرق بتاعتنا، فهعلم هنا على ال دي تي ام واشيلها، يبقى عندي الطرق بس المختلفه. وممكن طبعا اكبر الخريطه ديت او اصغرها من الجزء بتاع البلس او الماينس او السكيل هنا اللي احنا ممكن نشتغل عليه، وده ممكن يعني نعدل فيه بسهوله خالص. انا مثلا عايز اكبر الخريطه شويه يبقى بالمنظر دوت، واسحب الخريطه لفوق عشان اركز على منطقه معينه مثلا، المنطقه دي على سبيل المثال. اوكي، طيب دلوقتي عايز حتى تشيل الفيكتور، تشيل علامه الفيكتور يشيل لك الطرق الموجوده عندك في الخريطه، بس طبعا كده الخريطه فاضيه خالص، فهنسيب فيكتورز مثلا، نسيب الكلاسز. طبعا الترتيب مهم جدا، لان الترتيب بيبدا من فوق لتحت، يعني هو بيحط الاول الجزء الخاص بالترافيك سيكشن او الترين سيكشن، الزونز، الترافيك ماب. طبعا انا ما عنديش اي مابس من الانواع دي، انا لسه حطيت عندي ثلاث انواع من المابس اللي هي الكلاتر كلاسز اللي هي الفيكتورز. فاللي بيظهر في البدايه هو الكلاتر هايتس، بعديه الكلاتر كلاسز، بعديه الفيكتورز، بعديه الدي تي ام، بعديه الفيكتورز وهكذا. فالترتيب ده مهم. لو احنا غيرنا مثلا وخلينا الكتر كلاس تحت، سحبتها تحت، فهيبان الاول الفيكتورز وبعديها او في الخلفيه الكلاتر كلاسز. فالترتيب عندنا مهم. طيب دلوقتي خلينا نتكلم في الديسبلاي. بمعنى ايه؟ انا عايز اظهر البحر بلون ازرق عشان يبقى منطقي شويه، الخريطه الوانها منطقيه، والمنطقه المزدحمه باللون الاحمر، والمنطقه الرولر بالمنطق وهي الفاضيه باللون الاصفر وهكذا. عايزين نحدد الكلام ده، فبيجي على كلاتر كلاسز، انا بعدل في الكلاسز كلاتر كلاسز هنا، واجي رايت كليك عليها وبعدين بروبرتيز، واجي على ديسبلاي. ديسبلاي اجي هنا على سي مثلا واخلي لون السي ازرق، لون الووتر بصفه عامه ازرق، دي الكلاسز الموجوده عندنا في الخريطه، الويت لاند ارض مبلوله بالازرق. واجي هنا مثلا على الجزء بتاع الاربن اللي هو منطقه مزدحمه اخليها بالاحمر، والسب اربن والدنس اربن اخليها بالاحمر مثلا. باقي الاماكن الخضراء اخليها بالاخضر، الاماكن الاوبن اريا اخليها بالاصفر، او الرودز ديت الاوبن اريا اخليها بالاصفر وهكذا. فممكن اعدل البلان بتاعتي كلها او الكلاسز اللي فيها ديبندنج على انا عايز يبان انهي الوان في الخريطه. سب اربان زي اللي فوق اخليها بالاحمر، اي حاجه مزدحمه شويه ممكن اخليها بالاحمر، اندستريال هاي دينستي كلاس دوت في اماكن مزدحمه صناعيه اخليها بالاحمر عشان بعد كده اركز عليها في التخطيط. اوكي، الفيليج كوره اخليها بالاخضر. طبعا ده على حسب نوع الخريطه بتاعتك والمعلومات الموجوده فيها.
اوكي طبعا لاحظنا التغيير. اوكي طبعا الجزء دوت هنعدله احنا كده، ده اللي نخلي الاحمر نخليه بالاصفر، هو الاوبن ارياز دوت على كلاتر كلاسز. ده اول الكلاس ده اسمه ايه هنا؟ اسمه هنا سب اربن، موجود تحت اهوت سب اربن اوبن اربن اوبن اريا. فهاجي على السب اربن اوبن اريا، سب اربن اوبن اريا ده واخليه بالاصفر. تمام، يبقى كده عندي الخريطه بتاعتي بالالوان الجديده اللي احنا اخترناها. تمام اوكي، اتفقنا خلاص. لو عايزين نعدل في الزوم بتاعها فبنيجي على الجزء بتاع السكيل او الزوم ونعدل فيه. عايزين نخزن البروجكت ده او الماب والكونفيجوريشن ديت في فايل وسيف، ونسمي المشروع بتاعنا مثلا فيرست بروجكت او فيرست برو بروجكت. يبقى ده المشروع بتاعنا كده، عملنا امبورت للبيانات الخاصه بالخرايط الموجوده عندنا، وعرفنا الشكل العام للانترفيس بتاع الابليكيشن بتاعي. هنقف لغايه كده في المحاضره ديت، وباذن الله نكمل في المحاضرات القادمه. اتمنى تكونوا استفدتم من السيشن، ونراكم قريبا باذن الله، والسلام عليكم.